التمتع على مبدأ المصارحة مع الشعب. قلت في اليوم الأول هذه حكومة أفعال وليست حكومة كلام. لهذا اليوم أنا أول يوم أطلع معكم ألتقي مع زملائي وأصدقائي وأخواني الصحفيين. اللي أحتاجه هو الدعم والفرصة لبناء إعادة هيبة الدولة، مؤسسات الدولة حمايتها، وأقولها بكل صراحة أنا صار الأسبوع ومؤسساتنا الأمنية تم استنزافها في الحرب ضد داعش بسبب أخطاء السياسيين أو الإدارة أو من أدار حكم العراق، ولكن يجب أن نعيد هيبة الدولة. ولهذا أقول بكل صراحة لن نقبل الاعتداء على مؤسسات الدولة تحت عنوان معين. المتظاهرين من حقهم يتظاهرون، وهذه حقوق، وهذه عملية سامية أن المتظاهر يطلب عن حقوقه، ولكن بطريقة تليق بحقوقه، طريقة سلمية وبطريقة لا تهين الدولة أو كرامة موظفي الدولة. ولهذا هناك إجراءات تم اتخاذها بكل هدوء فيما يخص بعض المتجاوزين،